يعني ايش احلى من شاي بالحليب؟ ما في احلى منه صراحه. من جديد في ساعه شباب نسكافيه وشاي بالحليب واللي انتم قاعدين تشربوه في هذه العصريه حنستانس معكم فيها وحنبدا مع اولى الاخبار او التقارير مع نلمي. اكيد طبعا طراد ومشاهدينا خبرنا الاول عن نادي الطيران السعودي، حيث انه برعايه صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس اداره نادي الطيران السعودي، طبعا انطلق الملتقى الثالث للطيران العام بالعاصمه السعوديه الرياض الذي يتيح لهواة الطيران الالتقاء ببعض وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكه ودول الخليج. وطبعا حيتضم الملتقى هذا العام مشاركه اكثر من 50 طائره من فئه الطائرات الخاصه النفاثه والطائرات الخاصه المروحيه ذات المحرك الواحد وطائرات رياضيه قادمه من مختلف مناطق المملكه ودول الخليج. نتابع بالتقرير التالي مع الزميل نايف الركف. بالنسبة للملتقى الثالث كان عدد الطائرات التي حضرت حوالي 72 طائرة، منها حوالي 20 طائرة حضرت من المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، وباقي الطائرات كان حضورها من المملكة العربية السعودية من مختلف القطاعات، منها طائرات بملكية خاصة ومنها طائرات مملوكة لشركات الطيران المختلفة بالمملكة العربية السعودية. لا والله أول شيء هي لأنها فكرة جديدة في السعودية، فسمعت عن الموضوع جيت بس أبغى استكشف أشوف الطيارات والعروض. الموقع ممتاز جدا، له بالبعيد مرة وموقع جدا ممتاز جدا جدا، خاصة للعوائل ممتاز جدا جدا، والخدمات موجودة وكل شيء موجود الحمد لله. والله أولا كانت هواية في أيام ما كنا يعني شباب يعني، لكن الآن كان اليوم تعرف ويكند سبت والجو حلو ويعني شمت هواء وتفرجة على الطيران والعروض الموجودة يعني، ولأول مرة حقيقة أزور المكان، أنا أول مرة أعرف عنه يعني. هذا كان تقرير، شكرا طبعا للزميل نايف الركف على هذا التغطية وهذا التقرير الجميل. وإلى انطلاقا إلى خبرنا التالي، وسعودي يجوب بدراجته 8 دول في 80 يوم، كل دولة تقريبا 10 أيام. طيب إيش تفاصيل الخبر؟ يقول لك استكمل السعودي عمر العمير، يستكمل قالوا في سوابق له جميلة جدا، إنجازات رائعة، رحلته اللي يجوب خلالها 8 دول في شرق آسيا على متن دراجته الهوائية خلال 80 يوم، وذلك بانطلاقه أمس تحديدا من محطته الثانية إندونيسيا إلى ماليزيا. ويسعى العمير لقطع 7000 كيلومتر خلال رحلته عشان ينشر التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، هذه فكرته في أنه يجوب 8 دول، فكرة جميلة جدا. بدأ هذا الرحالة السعودي رحلته في 17 ديسمبر 2016 من مقر قنصلية المملكة في مدينة بومباي بالهند، متجها إلى إندونيسيا اللي غادرها البارحة، في طريقه إلى ماليزيا ثم كمبوديا ولاوس فيتنام الصين، ليختتم رحلته بزيارة هونغ كونغ. والله مشوار طويل، والله مشوار طويل. تصدق هنا اشوف الخبر تمنيت اني اكون معاه في هذه الرحله، هو احب الرحلات بس دراجته الهوائيه وليست أيوة الناريه كمان أيوة. يعني يا رجولي بس انا اقول لك حاجه، اللي حيساعد الواحد انه يخوض مسافات طويله او بعيده المنظر الجميل والهواء الجميل. هو بيقولوا كمان في الخبر انه العمير بيركب دراجته الهوائيه 12 ساعه يوميا تحديدا، بيعتمد على تناول المأكولات الصحية اللي بتساعد على الحفاظ على لياقته البدنية عشان يقدر يتحرك، أكيد. مع شرب كميات من الماء عشان يعوض الطاقة اللي بيستهلكها أثناء الرحلة. بوجود هذه مع الخضرة والماء والوجه الحسن من حوله أكيد حيستمر ويجوب العالم كله لو يبغى. أكيد طبعا يعني صراحة أحسد على هذه الرحلة يا رحالة. عموما خلونا نروح لخبرنا الثاني الموجود معنا اليوم، اللوحة الإعلانية
الأشهر في لندن. إيش صار في هذه اللوحة؟ كثير من الناس تسألوا ليش صارت باللون الأسود فجأة، وطبعا هم قالوا أنه أطفأت أنوار اللوحة الإعلانية الضخمة في ميدان بيكاديلي الشهير وسط لندن، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، تمهيدا إلى استبدالها بلوحة أكثر تطورا. طبعا لاحظ المارة في الميدان أن اللوحة أصبحت بلون واحد وهو اللون الأسود، بعد أن كانت تشكل بإعلاناتها المنورة الملونة صورة تجذب الأنظار. طبعا استمرت هذه اللوحة الإعلانية القديمة في العمل لأكثر من 100 عام ولم تتوقف سوى أثناء الحرب العالمية الثانية في 1939 إلى 1945، عندما انطفأت الأنوار لمنع قاذفات القنابل الألمانية من تحديد الأهداف في الجو. طبعا ستنصب اللوحة الجديدة خلال الخريف المقبل، وحتعرض صور عالية الوضوح وأحوال الطقس وأيضا والمرور والرياضة، وكما ستذيع بث وسائل التواصل الاجتماعي للمعلنين. نحن بانتظار اللوحة الجديدة. هل ذكروني تغيير أو بإضافة لوحة كبيرة في ساحة في تايم سكوير تحديدا في أمريكا، حطوا أكبر لوحة قال بمساحتها ملعب جولف شيء زي كذا، مو ملعب جولف، ملعب الكرة الأمريكية شيء زي كذا، ما أعرف، بس حاجة جدا هيوج ضخمة، وآخر مرة رحتها كانت شيء ملفت جدا. فأعتقد هنا في بيكاديلي حيلاقوا فرق كبير، خصوصا اللايتات الليد اللي صارت الان صح. مودن قويه جدا اكيد. لخبرنا الثالث لميا يقول لك سعودي يترك عربه فواكه دون بائع ليشتري الزبائن بانفسهم، يحط الفلوس وياخذ اللي يبونه ويمشوا. الله، تخيلي بس، شوفي الثقافه حلوة. الجميله هذه انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الصوره لعربه فاكهه بدون بائع على مدار الساعة في مدينة المجاردة بمنطقة عسير تحديدا، ودفعت الكثيرين للبحث عن صاحب الصورة اللي وضع صاحبها الصندوق عشان يشتري فيه الناس بنفسهم، واكتفى بتعليق لافتة مكتوب عليها أنا أثق بمجتمعي. يا سلام على الخطوة الجميلة، هذه الصورة اللي بنشوفها. قال صاحب العربة أنه فكر في البداية أنه يحسن دخله، وكان بيتحدث عن فكرة مشروع بيع الأمانة والثقة، وفكرته كانت تدور حول عرض بعض المنتجات للزبائن من غير ما يكون في بائع موجود أو يقف على هذه العربة. أضاف برضو أنه فكر جيدا بالفكرة وبدأ في تنفيذها. في البداية هو واجه صعوبات بيقول، لكن مع إصراره أنه يستخرج الرخص للمشروع نجحت الفكرة، وبالفعل جهز العربة لبيع الفواكه وميزان ورقة بتوضح قيمة كل فاكهة حسب الأوزان. وأيضا بيقول أنه كما يمكن للمشتري شراء قطعة واحدة إذا حب هذا الموضوع. والجميل أنه أكد أبو وجد خلال أسبوعين من افتتاح مشروعه لم يتعرض للسرقة أو التخريب، على العكس تماما زاد ربحه، وأيضا وجد في الصندوق مبالغ تفوق خدمته أو تفوق قيمة المبيعات أحيانا. أعتقد هذا الأبريشيشن أو التقدير اللي قدموه الناس عشان فكرتك الجميلة وعشان رقي مجتمعك فعلا، الوسط الموجود اللي انت موجود فيه اهنيك عليه واهني مجتمعك اللي حقيقه حولك. والله شيء جميل، فكره جدا جميله فكره جدا جميله، انه تخيل خلاص يصير سوق الخضار مثلا بدون بياعين، وتكون كل شيء كل المحلات موجوده بدون بياعين. يعني برا وفي الدول المتقدمه صار كل شيء كذا، حتى السوبر ماركت بدون بائع، الناس بتدخل تاخذ اغراضها الكتروني كل شيء الكتروني. يا جماعه خلاص لين متى؟ حقيقه مبادره جدا لو جميلة. عندك مشروع ممكن تسوي الفكره ولا تفكر فيها؟ أسوي فكرة أنه بدون بائع بالعكس ممكن أسويها، وكمان أحطها في محلات جدا كثيرة. يعني حلوة الفكرة بالنسبة لك، قوية جدا وممكن أتوقع أنه جاته فلوس زايدة عن الحساب المطلوب عن اللي باعه. بسبب أنه تقدير للي سواه، حقيقي فكرة جدا جميلة ومرة عجبتني. عموما نروح لآخر أخبارنا اللي موجودة معنا اليوم، وهو عن بطاريات الليثيوم تحديدا، وذكرنا لكم قبل كذا في خبر سابق قد إيش أنه ضررها جدا خطير، وخصوصا على الأطفال لأنه حجمها صغير ممكن يبلعوها وممكن تسبب انفجار في المعدة. طبعا بيقولون في خبرنا تطوير بطاريات الليثيوم أكثر أمنا وأيضا تطفئ الحريق ذاتيا. كيف كذا؟ كشف باحثون أمريكيون عن تطويرهم بطارية ليثيوم أيون خاصة تحتوي على مواد لإطفاء الحريق ذاتيا تبدأ عملها عندما ترتفع درجة حرارة البطارية أكثر من اللازم تجنبا لاشتعال حريق. وعن آلية عمل البطارية الجديدة أوضح الباحثون أن مادة تسمى فوسفات التريفنيل التي تطفئ النيران يتم حفظها داخل غلاف خاص وسط سوائل البطارية، وتتفكك إلى عناصرها عند مرور الكهرباء
الغلاف الذي يحوي هذا الفوسفات ينصهر ذاتيا عندما تبلغ درجة الحرارة البطارية 150 درجة مئوية، وينطلق المركب الكيميائي عشان يطفي هذا الحريق. وطبعا أشار فريق البحث أنهم أجروا اختبارات للبطاريات الجديدة، حيث أن أطفأ الحريق الذي شب في البطارية ذاتيا في غضون يعني 0.4 من ثانية، تخيلوا، وبفضل طبعا المادة الكيميائية الموجودة فيها اللي ذكرت لكم هي في البداية فوسفات التيرفنيل. صح يا عنود؟ صح، قوليها ثلاث مرات. لا ما حقولها، ما حقولها خلاص. فوسفات ليش؟ التيرفنيل. التيرفنيل، فوسفات التيرفنيل. دائما نتعلم كثير غير الاخبار اللي عندنا، حقيقه في مصطلحات نتعلمها ونتعلم كيف ننطق حاجات صعبه كثير في ساعه شباب. والله بنستمتع كثير فيها، بنستمتع بتفاعلكم ايضا برضو دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا في هاشتاج ساعه شباب. بتراجع الهاشتاج لميع؟ اي والله براجع شباب، بشوف تغريدات جدا جميله وحقيقي يعني معليش سامحونا انه احنا ما بنعرض كل التغريدات معانا لانه وقت البرنامج ما بيسمح، بس نشكركم على كل الكلام الجميل اللي تكتبوا لنا هو على تويتر. قريت الكلام؟ ايش نقول للناس اللي بيمدحوا وبيقولوا كلام جميل؟ يعني شكرا لكم والله، شكرا حقيقه، لانه ترى كل كلمه يعني فريق، بس بقول لكم حاجه، فريق ساعه شباب لما يشوف هذا الكلام واحنا ايضا بدورنا بنشوف هذا الكلام بيعطينا دفعه كبيره بس عشان نستمر ونكمل ونقدم كل جديد وكل كثير. الفئه الاغلى معانا بعد شوي على فكره، اكيد طبعا هتكون معانا. ايش رايك نطلع فاصل ولا تروحوا بعيد، حنرجع لكم بسرعه.